بيان عاجل حول وجود غاز سام في الهواء، ننشر التفاصيل. وعاجل مقاتلات ميراج الإماراتية في طريقها لمصر. وعاجل تفاصيل نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، ننشر آخر التفاصيل الجديدة. وصدمة تسمم جماعي بين تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية بمصر. وعاجل خبر صادم بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر مهم معانا، وبيان عاجل حول وجود غاز سام في الهواء. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر بيانا عاجلا للرد على أنباء وجود غاز سام في الهواء، بعدما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وجود غاز أكسيد النيتروجين في الجو بمصر. وقالت الهيئة إن هذا الغاز هو أحد أكاسيد النيتروجين العديدة والذي يحمل الصيغة NO2، وهو غاز في الحالة الطبيعية لونه بني محمر، له رائحة نفاذة حادة. كما أن ثاني أكسيد النيتروجين يعد من أهم ملوثات الهواء وأكثرها شيوعاً، ويسبب التسمم عند استنشاقه. وتعتبر الانبعاثات المرورية هي المصدر الأساسي لأكسيد النيتروجين، بينما تنتج بعض التركيزات الصغيرة من محطات الكهرباء وبعض المصادر الصناعية الأخرى. وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الانبعاثات الصادرة من محطات الكهرباء والمناطق الصناعية تكون في معظم الأحوال مرتفعة عن محطات الرصد، ويساعد ارتفاعها على سرعة انتشار الملوثات في الهواء، لذلك تعتبر الانبعاثات المرورية هي المصدر الأساسي. الهيئة أضافت أن منظمة الصحة العالمية وضعت توصية عالمية للحد من التعرض بتحديد قيمة أقل من 20 جزءا في البليون للتعرض المزمن المتوسط الزمني، وقيمة أقل من 100 جزء في البليون لمدة ساعة واحدة للتعرض الحاد باستخدام ثاني أكسيد النيتروجين كمؤثر للملوثات الأخرى الناتجة عن احتراق الوقود. واتباعا للنماذج العديدة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لم تتجاوز قيم الحد المسموح به اليوم أو خلال الأيام القادمة. وحسب قياس المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، لم تتجاوز التسجيلات النسبية المسموح بها، حيث وصلت أقصى نسبة مسجلة هي 50 جزءا من البليون. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل مقاتلات ميراج الإماراتية في طريقها لمصر. بعد الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بشراء 80 طائرة رافال من الجيل الرابع بلس من فرنسا، ترك مصير أسطولها الكبير من طائرات ميراج 2000 التي كان من المتوقع أن تحل محلها الطائرات الجديدة موضع تساؤل. ونشرت الإمارات مقاتلات ميراج 2000 منذ الثمانينيات، وحاليا تمتلك 66 وحدة بما في ذلك 59 من طائرة ميراج 2000 المحسنة وسبع طائرات ميراج 2000 الاستطلاعية. يعتقد أن الطائرات الأقدم التي سبقت طائرات ميراج 2009 موجودة حاليا في المخازن مع استخدام ميراج 2000 ورافال لنفس البنية التحتية للصيانة وتوافقها في حمل نفس الأسلحة. من المحتمل أن تخرج الإمارات الطائرات القديمة من الخدمة بحلول الوقت الذي يتم فيه تسليم آخر دفعة من الرافال. ومنذ ذلك الحين ظهر عدد من التقارير التي تفيد بأن أبو ظبي تعتزم بيع الطائرات إلى المغرب ومصر، اللتين كانتا شركتين استراتيجيتين مهمتين وتشغلان ميراج F1 وميراج 2000 على التوالي. كانت مصر أول عميل أجنبي على الإطلاق لطائرة ميراج 2000، وقد قامت بشراء 14 مقاتلة فقط والتي بدأ تسليمها منذ عام 85، ومن المتوقع أن يتم تعاقد هذه النسخة من الميراج في المستقبل القريب. من المحتمل أن تحل طائرات ميراج الإماراتية مكانها والمزودة بإلكترونيات طيران وأجهزة استشعار حديثة
ونشرها لصواريخ ميسا. وعلى الرغم من أداء ميسا أقل من المتوسط، إلا أنه لا يزال أكثر قدرة من أي شيء تشغله القوات الجوية المصرية، بخلاف صاروخ R-77 الحديث الذي تستخدمه طائرات MiG-29M وSu-35. في سلاح الجو المغربي، من المتوقع أن تحل ميراج 2000 محل F-5E أو ميراج F-1، وكلاهما من الجيل الثالث من التصاميم القديمة التي كانت البلاد تعتزم في السابق استبدالها بمقاتلات F-16V الأكثر تكلفة. كان المغرب من أوائل الدول التي حاولت فرنسا تسويق الرافال لها، لكن البلاد اختارت بدلا من ذلك المقاتلة الأمريكية F-16C على دي. تقوم المغرب بالفعل بتشغيل صاروخ ميسا بعد أن عززت طائرتها ميراج F-1 بشكل كبير لتكون متوافقة معها. المصدر معنا كان من موقع الدفاع العربي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، تفاصيل نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة أن فكرة بناء عاصمة جديدة جاءت لعدة أسباب، أهمها الزيادة السكانية الكبيرة في القاهرة والازدحام المروري والبنية التحتية. وفي تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، قال الحسيني إن مصر تستهدف بناء عاصمة على 3 مراحل بمساحة كبيرة تتجاوز 700 كيلومتر مربع. وأضاف أن العمل بدأ منذ سنوات في المرحلة الأولى على مساحة 40,000 فدان، ووصلت النسبة الإجمالية لإنجاز المرحلة الأولى لما يزيد عن 65% من الأعمال المقررة، حيث هناك مشروعات انتهت الأعمال فيها بنسبة 100% ومشروعات أخرى لا تزال قيد الإنشاء. أوضح أن المستهدف في المرحلة الأولى بناء 10 أحياء سكنية تستوعب 2 مليون مواطن وتحتوي على حي حكومي تنتقل فيه الحكومة وقصر جمهوري للرئيس ومنطقة أبراج يحتوي على أكبر برج في إفريقيا وحدائق مفتوحة وغيرها. أكد أن الدولة المصرية تبحث عن تخفيف الضغط والازدحام على محافظة القاهرة عن طريق نقل أماكن الجذب من القاهرة للعاصمة. ومن المقرر أن تنتقل الحكومة بالكامل وكل الوزارات والبرلمان ومجلس الشيوخ ومنطقة الحكم في الربع الأول من عام 2022، حيث من المستهدف نقل 6 مليون مواطن خلال مراحل المشروع الثلاث، وهو ما يخفف العبء عن القاهرة والتي تضم وحدها ما يزيد عن 10 ملايين مواطن. المصدر معانا كان من سبوتنيك، حبيت ان انا يعني اوفر على حضراتكم هذا الخبر. دي كانت اهم الحاجات اللي موجودة في هذا الخبر بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وصدمة، تسمم جماعي بين تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية بمصر. وأفادت صحيفة الوطن المصرية بأن 30 تلميذا في مدرسة صلاح الدين الأيوب الابتدائية أصيبوا بتسمم داخل منطقة منشأة القناطر، وتم نقلهم إلى مستشفى وردان لتلقي العلاج. وبعد اختراق القوى الأمنية بالواقعة، توجه رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر المقدم إكرامي البطران إلى المستشفى، حيث تبين أن التلاميذ في حالة إعياء وتم احتجازهم لتلقي العلاج. وتواصل أجهزة الأمن تحرياتها في الحادث والاستماع لأقوال مدير المدرسة وأسر المصابين لمعرفة أسباب التسمم وعما إذا كان ناتجا عن الأطعمة التي تناولها التلاميذ أم لا. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، فنان مصري مشهور يدخل في غيبوبة. تعرض الفنان المصري الكبير عادل الفار لوعكة صحية أدخلته العناية المركزة بأحد المستشفيات بعدما دخل في غيبوبة. وقال شادي عادل نجل الفنان المصري: والدي موجود في العناية المركزة منذ 3 أيام بسبب غيبوبة كبدية. وأضاف شادي عادل الفار: منذ 3 أيام فجأة لسان والدي تقل وأعصابه شدت ودخل في غيبوبة، وذهبنا به على الفور إلى المستشفى، وأمر الطبيب بوضعه على الأكسجين بداخل العناية المركزة. أشار إلى أنه أحيانا يفيق من الغيبوبة وتعود له مرة أخرى، طالبا الدعاء من الجمهور. ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يصاب فيها الفنان بغيبوبة كبدية، فكانت المرة الأولى في شهر فبراير الماضي،
وكشفت بنته إيمان وقتها تطورات حالته الصحية بعد دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بمدينة نصر. ويعد عادل الفار من مواليد 20 ديسمبر عام 61، وشارك في العديد من الأعمال الفنية مثل هيستيريا وشجيع السيمة وزكية زكريا في البرلمان، ومن أهم مسلسلاته الكومي وصاحب السعادة، وظهر مؤخرا في مسلسل الفتوة الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال. المصدر معانا كامل اليوم السابع، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وللأسف خبر يعني محزن وعاجل، خبر صادم بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس. قال الإعلامي أحمد شوبير أن فرص مشاركة حمدي فتحي نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام تونس اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب صعبة للغاية. وأضاف شوبير: حمدي فتحي أكثر لاعب قطع مسافات جري في كأس العرب، وتعرض للشد في أكثر من مباراة، وتوقعاتي لن يشارك أمام تونس. وبعد غياب حمدي فتحي ضربة قوية لكيروش المدير الفني في ظل الاعتماد على اللاعب بشكل مستمر في التشكيل الأساسي للمنتخب في ظل القدرات الفنية والبدنية القوية التي يمتلكها. أكدت نتائج الإشاعات التي أجراها كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي في ساعة متأخرة من أول أمس على إصابة كل منهما بإجهاد في العضلة الخلفية. وأشار الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني إلى أن النتائج جاءت كما كان متوقعا، فيما بدأ اللاعبان بالفعل في تنفيذ برنامج علاجي من أجل اللحاق بمباراة اليوم. في الوقت نفسه اقترب أحمد حجازي من العودة إلى التدريبات الجماعية، ويواصل أيمن أشرف برنامجه العلاجي بنجاح. وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قرر منح جميع اللاعبين راحة بعد مباراة الأردن سيتم قضاؤها داخل مقر إقامة الفريق، على أن يستأنف استعداداته للقاء تونس في 6 مساء اليوم الأربعاء 5 بتوقيت القاهرة في الدور قبل النهائي الكأس العرب اعتبارا من اليوم. وفي الإطار ذاته أشاد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة بالمستوى الفني لبطولة كأس العرب، أشار إلى أن المسابقة البطولة من ودية إلى كأنها كبرى رسمية في ظل التنظيم الرائع من جانب الاتحاد القطري، فضلا عن التنافس بين المنتخبات والحضور الجماهيري المثير. أشار إلى أن كيروش لا يحتاج للتقييم بفضل خبراته السابقة مع الأندية التي سبق تدريبها مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد. وواصل حديثه أن كيروش قضى على مسمى لاعب محلي وآخر دولي في ظل تقديمه وجوه جديدة إضافة للكرة المصرية، وسيكون منتخبنا الوطني بطلا لأمم إفريقيا 2022 فضلا عن مشاركة مشرفة للفراعنة بكأس العالم في ظل هذه التوليفة الجيدة. واستطرد أحمد مجاهد أن عقد كيروش ينتهي بنهاية ديسمبر 2022، أي بنهاية كأس العالم بقطر، وفي حالة عدم التأهل للمونديال ينتهي العقد بتلقاء نفسه. شدد أن كيروش عقلية لا يجب أن نخسرها، مطالبا المجلس الجديد بتجديد عقده حتى لو لم يوفق منتخبنا في التأهل لمونديال قطر. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، ويعني نتمنى إن شاء الله فوز منتخبنا الوطني اليوم أمام نظيره التونسي توانسة أخواتنا، ولكن يعني لازم منتخب مصر يكسب عشان نفوز بكأس العرب، ويعني نقابل في النهائي إذا كانت الجزائر أو قطر اللي هتلعبنا، هنشوف مين اللي هيكسب إن شاء الله النهاردة. وتمنياتي لحضراتكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.